فرحان يابا، انا اتضربت يابا، العيال تحت في الشارع اتكتروا عليا وضربوني. ايه ده؟ انا اللي سمعته ده صح؟ انت اتضربت في الشارع؟ ايوه. يا نهار اسود، العيال دي عرفت ان انا اخوك؟ دول كانوا هيسيبوني، ولما عرفوا ان انا اخو ايمن راحوا مسكوني نفخوني. ايه ده؟ اسكتش ما اسكتش اسكتش، انا عليا النعمه من نعمه ربي انزل اوري العيال ده انا ابقى مين يا ده انت اخويا انا متخلف، خلي الناس تضربك ليه؟ يا نهار ازرق، اسمعني اقعد على تحت يا الله، ده انا هولع في الدنيا. هو ده ابني، ده ابني، ده اللي يجيب حق اخوه. برافو عليك والله، برافو عليك. انا هنزل افرتك في الدنيا يابا. بس ما تعملش جريمه يعني، بتشوش كده قلمين وخلاص. لا اعمل جريمه، دي عيال، دي عيال هانت الواد. يعني انزل ده اخوك برضه، ما تسيبوش. ما تسيبوش ده اخوك. لا اسيبه، مش هسيبه. تعالى تعالى لي كده يا اوعى اوعى، خد يا هنا يا، مش عايزك تعيط ياد وتبقى هفا يا، عايزك ياد زي ايمن ياد يوم ما يولع في الدنيا ما تتفيش يا. بس خد لي حقك. خد لك حقك. مين ياد اللي ضربك يا؟ هم العيال اللي هناك دول. هم العيال اطفال دي؟ كمان اطفال؟ طب على الطلاق خلي الاطفال دي ما تكبر يا. اوعى اوعى انت، اوعى انت خالص، ما تجيش معايا، ما تجيش معايا. ما فين؟ انت تعالى، اخوك فين؟ انا لفت بجلدي وسبته في المعجنه تحت. ساب اخوك يتضرب بره؟ مش احسن ما انضرب انا تاني؟ افتح يا، افتح بسرعه يا متخلف. اوعى تفتح يا عم محمود، العيال طالعه هتكلم. اوعى تفتح، ده مش اخوك يا عم. افتح بقول لك، انا ايمن. ايه الغباء ده؟ انت ايمن؟ ايوه. قول كلمه السر. افتح يا كومبارس يا فاشل. يبقى حد من العيال. ايه ده يابا؟ ده ايمن يا. افتح. اوعى افتح يا جدعان. ايه يا متخلف انت يا؟ بتسيبني اقعد في الخناقه والعيال بتضرب فيا وتجري؟ هو ده اللي محدش يكلمني، انا الفتاوى، هو ده انا اكسر، هو ده لا يابا لا ما تستهونش بيا، انا اتخذت غدر. وبعدين العيال الصغيره دي طلعت صغيره بس جامدين، انا لو اعرف كده كنت جبت عيال صغيره جامدين زيهم ورحت طربقت الدنيا على دماغهم. خلاص المره الجايه بقى هات شويه عيال صغيره ينزلوا يضربوا معاك. لا مفيش حاجه اسمها كده، انا هرجع تاني، مش هبقى غلبان، هرجع فاندام بروسلي. ما تصدقش يابا، انا ما اتضربتش يابا. انا هنا يا ابني. انا يابا انا ما اتضربتش يابا، اوعى تصدق على ابنك يابا، انا جامد يابا صح؟ ما اتضربتش. خش خش اقفل الباب وراك بسرعه قبل ما يضربوكي. ايه ده، مالك يا حبيبتي؟ انت متاكد انهم عيال صغيرين؟ انا اختي ما تضربش يابا، ولا انا، اوعى تصدق يابا. اتنيل اتنيل، اما شكلهم كده هيضربوا العيله كلها. هو في ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ هم ما قالكيش وهم بيضربوكي؟ هم مين دول يا حبيبي اللي ضربوني؟ ده انا واحده خبطتني بالعربيه. ما تتخضوش يا جماعه، انا كويسه الحمد لله اهو. الحمد لله. يعني انت كويسه يا بنتي دلوقتي؟ الحمد لله، رجلي بس بتوجعني وتقريبا حملت على كوعي ففي كدمه.